وكان هناك تصريح لوزيرة الأسرة هو الطفل في تركيا كان يعني لافت للنظر وتم اقتطاعه من سياقه. الوزيرة ذكرت بأنه بعد عام 2023 لن يوجد أي سوري داخل أراضي تركيا وأنه سيتم إعادتهم إلى الدولة السورية، ولكن شريطة أن يتم تطهير كل الشمال وكل تلك المناطق من الإرهابيين ومن تنظيم PKK الإرهابي. المعارضة اقتطعت هذا الجزء من التصريح وجعلت التصريح فقط بأنه بعد عام 2023 سيتم ترحيل جميع السوريين. بماذا تعلق على هذا الأمر؟ حقيقة يعني هو تصريح مبهم نوعا ما. بعد عام 23 ممكن بعد عام 23 ب20 سنة أو 10 سنوات أو 15 سنة، ولكن نحن نسعى ونريد أن نعود إلى سوريا. نحن بقينا في تركيا من أجل العودة إلى سوريا، من أجل العودة إلى سوريا البلد المطهر من الإرهاب، البلد الذي يسقط الإرهاب، البلد الذي سينتصر على الإرهاب المتمثل بالنظام السوري وإيران وروسيا وميليشيات البيدية وداعش ومن لف لفهم. نحن نريد أن نعود إلى سوريا، نريد أن نعود إلى الحسكة، إلى القامشلي، إلى دير الزور، إلى الرقة، إلى إدلب، إلى حلب، إلى كافة المناطق المحتلة في الشمال السوري. ونحن من صنع الثورة كذلك سنصنع النصر بعون الله تعالى. عودة اللاجئين والنازحين من لبنان ومن تركيا ومن العراق إلى سوريا، هذا يعني عودة القوى البشرية، القوى الشبابية إلى سوريا من أجل إعادة الثورة السورية إلى سيرتها الأولى، من أجل تحقيق أهداف الثورة السورية في النصر والتحرير. وإن شاء الله هذا سيتم بعد عام 2023، ونحن نتمنى أن يتم من اليوم بأن يتم تنفيذ القرارات الدولية وأن يقوم الأشقاء والأصدقاء بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والعسكرية والأمنية والسياسية والإعلامية للشعب السوري.